مثلا متواصلين معكم في جو فام على برنامج كيما شو. مرحبا بكم، مرحبا سيدة المستمعين والمستمعات. خاطر الناس ما فينا الان سواء داخل تونس او خارج تونس تشوفوا تسمعونا وتتفاعلوا معنا مباشرة على الصفحة الرسمية على فيسبوك جو فام، ولا تشوفوا تتفاعلوا معنا مباشرة على القناة الرسمية على اليوتيوب. ساعات كثير نستقبلوا كاتبة روائية تونسية عندها كتاب جديد باش نتعرفوا عليها الآن. بكل حب خلينا نرحبوا مع الكاتبة الروائية خولة حسني. مرحبا بك خولة. مرحبا يا كمال، ميرسي بور لانفيتاسيون. يا خويا نورتنا وشرفتنا خولة. عايشك. باهي خولة حسني، مبروك أول ساعة على الكتاب كان جديد هو لو بخي دو سانكيام جور. وبهي مازال كيخرج فرشك من الفول هذاك، عنده توا شهر شهر ونص مي خرج توا. ما تنسوا نحكيو عليه أكثر التفاصيل. باهي خولة، كيما قلت لك كاتبة رواية، لو كان نحكيو في البدايات في الميدان الكتابة والرواية كيف كان؟ في الدومين كيفاش بديت في دومين الكتابة، معناها كيفاش نشرت من الأول بكل. والله جي بارتيسيبي ان فيستيفال دو جون زوتور اماتور اللي هو قليبيا. مهرجان الادباء الشبان في قليبيا، اللي هو مهرجان وطني وعريق معناها طويل قديم على الاخر. دونك شاركت في المهرجان بالصدفه، اختي لزتني باش نشارك كلكفا، ولقيت روحي جي غاني لو بروميي بري في كاتيجوري فرونسي. دونك هذاك اللي خلاني تشجعت العام اللي بعده. انا شاركت في 2012 من 2012 2013 تشجعت وخرجت كتابي الاول، معناها روايه اول روايه خرجتها اتابلاس وقتها. اول روايه تاعكنت هي اتابلاس في 2013. وكي تحكي لنا شويه على اتابلاس. الو اتابلاس سيتي سي ان رومون اللي مكتوب، كي خرجته ديجا مكتوب عنده مده طويله، معناها عنده وقتها 4 سنين من اللي خرج، من اللي مكتوب محطوط على الرف، وبديت اللي بعده ديجا. مانيش معناها مش معمله اللي انا باش نخرجه، في باليش باش نخرجه. كتبته وانا انسان جون ريلاتيفمون جون، دونك بيان سور اي ان بو ايماتور الحق، ناقص نضج معناها في كتابته. اما ذاك البكر في اولادي ديما نقول سي الاول اولادي او لحدي بالكتابه. دونك كتاب رقيق برشا، خذا زبيده بشير عامتها، الى لو بري كريدي زبيده بشير بالصدفه كيف انا ما شاركتش، هما اختاروا الكتب وقراوهم واختاروا الفيس. اما وجه السعد عليا ديما نقول اتابلاس اول ولادي وجه السعد عليا. وشك مبروك معناتها. اتابلاس مبروك عليا برشا. سي خولة من تقرا تاعك انت مع مكرونه في الكتابه. وي وي جيت انا بديت نكتب معناها كلك بار فيغ 9 10 ans. بين في 9-10 سنين باش بديت نحط يدي في الكتيبه، معناها ديجا وقت عندي ملي بديت نقرا وانا فريستري، معناها ثم عندي كلكبت في المكتب خاطر مش نجمه نكتب كيما نحب انا. يعلموا فينا في اللغه سامبلومون، وانا لقيت روحي في كادر في قالب في مول مش نتاعي، نحب نكتب حاجه اخرى مش نجمه. دونك كي قعدت معناها ملي بديت نتعلم في اللغه، قعدت اللغه الفرنسيه، قعدت فريستري نحب نكتب ومش نجمه. ديال كلك بار فيغ 9 ans، معناها 9 سنين 10 سنين اي حطيت وحدي معناها كتاب بيني بين روحي بقصه جاتني في مخي كتبتها وكا كتبتها من 9 و 12 سنه هكاك. انت كي كنت صغير كل ما كانش كاتبه باش تتوقع باش تكون كاتبه روايه كبيره؟ بالكل مش في برامجي ومش في مشمولاتي اني باش نخرج كتب. قلت لك حتى اتابلاس كتابي الاول معناها اللي نشرته الاول كان كتبته انا مش في بالي بالكل اللي باش نخرجه، حطيته عرفه كتبت اللي بعده كاتبه قبله ديجا دو زوتر بوكان، معناها عايشه عالمي وحدي قاعده نكتب من يومي 10 سنين، معناها عايشه عالمي وحدي حتى اللي عملت 24 سنه باش خرجت كتابي، معناها مش كتبت كتابي الاول وكل. دونك لا با دي تو سيتي با دون لوبتيك، مش في منظومتي اني باش نخرج كتاب ننشر، معناها نولي كاتبه منشوره، معناها تكون افالي ان اوتور بوبليي. اما معناها بالصدفه، قلت كل شيء جاي بالصدفه، مشاركت في المهرجان ربحت تعدت هكاك وخرجت التابلاس. باهي الكتاب تاعك انت تكتب بهم باللغه الفرنسيه. وي علاش اخترت اللغه الفرنسيه؟ سؤال ديما تسالني الحق كمال، معناها والعباد بصفه عامه ما يعجبهمش انك تكتب باللغه الفرنسيه. ما نقول انت قلت لي السؤال مزيان، قلت لي اخترت، لا ما اخترتش اني نكتب باللغه الفرنسيه. انا جو ميتريزي تخوا لونغ، معناها عندي تمكن حتى خدمتي توا انا مترجمه، عندي تمكن لغوي من ثلاثه لغات، العربيه الفرنسيه والانجليزيه. حتى قرايتي انجليزيه، انا قريت
انا انجلوفون في الفرنسي مي لي الكتابه تجيب الفرنسي. انا ما نناقش الفن، الفن لا اناقشه لا لغته ولا الحكايه ولا الشخصيه، كيما يجي نليفريه لابيت. انا يا خويا نتوي با لو ميساجي، معني انا الحبل الرابط بين القارئ والشخصيه، شخصيه تحكي لي حكايه نوصلها في لغتها، ما يقلقنيش. معني ماشي انا كنت نغزل لثلاث لغات، نجم نحكي الحكايه في ثلاثه لغات واخترت الفرنسيه، سي با سا، هي جات بالفرنسي. غدو نجم نكتب اللونكلي بار اكزومبل، انا واللغه اللي الحكايه تحكي فيها خير وبور لانستون سي لو فرونسي. تقرا كتابه فرنسي مرتاحه بالنسبه لك انت، كتابه وكلمات و اي بورتون؟ راني قراءتي كلها بريسك باللونكلي، نقرا كي نقرا روايه 90% نقرا روايات باللونكلي، معناها ما نقراش نقرا غارمون، نادرا نقرا بالفرنسي ولا بالعربي، اما الكتابه بالفرنسي. يعني هذيك حاجه قلت لك ما نقش الفن، ما نقش ما وما يقلقنيش، معناها لا النقد ولا غيره، انا كيما نحب نفن الفن، معناها ما نقش. قل لي خوله عائلتك شجعوك باش تكون كاتبه؟ عائلتي شجعوني والله، الوالد والوالده كانوا بلوس، اي زيتي بلوس في الاوبتيك نتاع القى خدمه توكل خبز. الوالد والوالده حبوني اكثر اني نلقى حاجه اللي كما يقولوا في قيمات وكل خبز، معناها حبوني نلقى خدمه اللي نجم نعيش منها. دونك اسكو شجعوا الكتيبه باتيلمون من غير لا جيو ضدي فورسيمون، ما اختي اكثر انسان مشجعني، جيهان حسني تحيه ليها، معناها اختي اكبر مني، معناها بعامين، سي 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 ان غران ترامبلان. اختي نون سولمون شجعتني على الكتيبه، هي اللي جابت لي المهرجان، هي اللي لقاته جابته قاعد يشارك فيه، وهي حتى في التورني بروموسيونيل، معناها كي نعمل كي ندور في البلاد نقدم الكتاب، اختي ديما تساندني تمشي معايا، هي اللي تهزني ترجعني، مسانده كبيره لكاريري اختي هذيك، معناها من السبونسور الرسمي بتاعي هي جيهان حسني. معناها الكتاب تاعك الاخر لو بري دو سانكيم جور هو موجود تو في المكتبات الفرنسيه حتى في الكافيين، يحكي على خيانه زوجيه. وي ابسوليومون. علاش اخترت خيانه زوجيه؟ كالعاده مش انا اخترت كمال، انا الكتاب هذاك جاني، معناها ليدي نتاعو جاتني بطريقه كيما تجيني كل الحكايات، معناها الشخصيه جات شفت انسانه ماتان وانا مروحه، نمشي فريمون نمشي في الشارع ليترالمون، نمشي في الشارع ريت امراه في كرهبه، الفكره جاتني واحده واحده، جمعتين من بعد جاتني فكره اللي هي نتاع امراه معارسه، عندها 20 سنه معارسه وزوج صغار، حياتها الزوجيه والعائليه مزيانه برشا، ما عندها حتى مشكله، وتفيق الرجل يكون فيها ومعناها مخ ما تفهمش شيء، معناها سا دوفيان ان غرو بروبليم ان غرو كونفلي في حياتها. دونك ما انا مش انا، معناها ما مش انا نقعد نقول زعما اليوم حكايه شنيه اللي باش نحكيها، سي سباس با كوم سا، سي بلوس الحكايه تجيني وانا نحكيها، جو سوي ان ستوري تيلر، انا خرافه وكاهو في الوسط. باه خوله عملت اوديو بوك. وي بس هذي شيء، هذي اوديو بوك اول مره تعمل كتاب مسمع. هي التجربه ديك داير يونيك حتى في تونس والعالم العربي، هو عملناه 2018 انا والاخ وسيم برحومة اللي هو البروجيكتور نتاع المنتج نتاع الاوديو بوك. ما كي جيت نعمل في الاوديو بوك، جيت حبيت نعمل كتاب مسموع كتاب صوتي، ما في باليش اللي هي تجربه يونيك في البلاد، اللي هي معناها اول مره تتعمل، اما هذاك اول روايه تتعمل في تونس والعالم العربي مسموعه اول مره. دونك دخلنا فريمون في عالم مجهول، معناها حطينا ساقنا فيه وغلطنا الغلط الكل وعملناهم الكل، اما اي سيتي انا من قبل نحب نعمل كتبتي يا مسموعين يا افلام. دونك نهار اللي جاتني الفرصه باش نعمل الاكسبيرينس هذيك عملتها، ما خممتش، ما كيف ما حسبتهاش، اني بالحق الفن ما نحسبش فيه، معناها ما نحسبش نقولش نتكتك ونقول اي واضي الحاجه اللي تعجبني واللي نحب نعملها واللي نتحمس لها في كتبتي في اولادي نعملها، ما نناقشهاش. معناها سبعة كتب. نعم ما شاء الله، كل عام كتاب جديد برسك. ما ولا يلفو كونتين، راهو انتوما تحسبوا فيها كل عام كتاب جديد، متواصلين معناها انتوما تحسبوا فيها كل عام، انا ما تنساش اللي انا راني كتاب جديد ديجا اتا بلاس مكتوب ودبدا مكتوب اشطار، سي بور سا اللي في جوة بعض. اما انا راهو تكنيكمون معناها كي تجي تخمم فيها كل عام ونص عامين كي نخرج كتاب، اما راني نخملهم برشا الكتب، حط في بالك ديما اللي هذه معناها سي با سي دون ما ميثود ا موا، الكتاب نخمم فيه ثلاث سنين عامين قبل ما نكتبه، خمن فيه في مخي، معناها وانا نكتب بار اكزومبل في الكتاب هذايا توا عندي ديجا فكره الكتاب اللي بعده واللي بعد بعده هكا تجي. دونك معناها اذا كان نقعد عامين نخمن في كتاب نهار نبدا نكتب فيه فكره اللي بعده موجوده،
مش معناها كل عام نخمم في كتاب ونكتبه، لا، الكتاب اللي نكتبه السنة نخمم فيه عن 3 سنين. سي كوم سا كو سا سباس بو مو. دونك بروسيسوس انتم خلطتوا وخذتوا معايا تراون ناقش لك تراون هو ديجا يشريتوا معايا. انا ملي بديت نخرج في الكتبه انتم تشوفوني نخرج في الكتبه مش نخمم فيه، نخرج في الكتبه ديجا في معناها خرجت كتبه ديجا مكتوبين وبديت معناها القرار خذيتوا معايا التران البروسيسوس اون مارش نتاع 3 سنين تخمام عامين تخمام كتيبه واحنا ماشيين. بين سبع الكتاب اللي عملتهم ونشرتهم كل شيء اللي هو كتاب المفضل عندي معناها هي راهي مش باهي الام تختار بين اولادها عيب عليك اما اما هو بدير اللي لا هو شنو اللحظات الفارقه في كارييري معناها انا كتبتي كل ما احلاهم واحد البكر والاخر عزيز قلب امه والاخرين معناها حاجه جو سبيسيال انتم احنا بجو جو سبيسيال اللي كتبتوا فيه اما الكتب اللي سبيسيال عندنا هما دبدا وهذا علاش خاطرهم باساج نيفو تعديت ثم تكت طلعتها ثم تكت تعديتها دبدا كي كتبته ثم تسمى الدورة تغنون في كارييري عملت دورة صغيرة انضجت أكثر في كتيبتي بدلت كتيبتي صحيح اللي هو كتابي الثاني أكهو أما أنا وقت نكتب عندي 10 سنين معناها تخرجت دبدا عندنا تغنون في كارييري هذا كيف كيف هذا كتاب يتسمى نقلة نوعية ونقلة نفسية زادة حتى لي أنا سي أن تو دوتر جونغ دونك هذا هو ودبدا تخي سبيسيو عندي تخي سبيسيو باه فما جو عندك جو لبري سكيم جو في في سوسة هاي نهار السبت هذا نهار السبت هذا 7 تاع العشيه باش انا باش نعمل اي باش نعمل حفل بلوتو مش حفل توقيع ولا بلوتو سي لقاء لقاء ادبي معناها لقاء ونقاش لقاء ونقاش انا بو مانيش فورميل برشا راني ما نحبش والله اكره ما اكره نحط طاوله وكراسي ونظر على العباد ونقدم لكم اليوم كتابي وحبيت نحكي لكم عليه بديتو جو سوي بوكو ترو كول نحب نحب اللقاء يكون ديما كول دونك نقعد مع العباد ونحكي معاهم سامبلومون معناها نحكي لهم على الكتاب نشوفوا ماشي يحبوا يعرفوا عليه نتناقشوا نقاش تري ديتوندو جيم سا جيم خاطر في اكثر كيف لي انا وماذا بيا نتمنى اللي هو اكثر كيف للعباد دونك لقاء يا ذا لقاء الاول في التورنيه ان شاء الله وربي يصبر ان شاء الله يطلع مزيان ربي معاك ربي يعيشك وين نشوفوا الكتاب هذا الكتاب هذا موجود اون برانسيب في مكتبات تونس الكبرى الكل اون برانسيب في تونس معناها مكتبات تونس سوسه البنزرت معناها تلقاه في المكتبات نتاع تونس الكل وتلقاه هذا اونلاين تلقاه في سيريس بوك شوب تلقاه في بوك سبيس بوان تي ان تلقاه اونلاين معناها تلقاه كيف كيف هذا ارابيسك اديسيون دار نقوش عربية كيف كيف تدرى معناها يتباع اونلاين يعطيك الصحة مشاريعك القادمة شعرك جديد شو كتاب جديد مشاريعي القادمة ثم بون لانستون مازالت قاعدة سناب بون ديجا الكتاب هذا مازال كيخرج خلينا نتنفس يا ديني بشوية بشوية حتى تولدوا نسميوه أما بعد الكتاب هذا تو قاعدة نخدم على دي سيناريو إذا بيا نخرج ثم سيناريوهات ثم معناها فيلم قصير نحب نخرجه ونخدم مع قعدنا نخدم مع أخونا حمزة بالحاج صديق عايشك نجوم تحية صديق حمزة بالحاج على على سيناريزاسيون زو سيناريوهات واحد متاع فيلم طويل واحد متاع فيلم قصير دونك كور ميتراج نو ميتراج ادعي لي يا كمال ان شاء الله ما بينهم كتاب هذا في سيناريو هذاك سيناريو اخر سيناريو اخر كيف كيف انا اون تري دو سيناريزي هذا كيف كيف كلمه خديم يعطيك الصحه نورتنا كلمه خديم شو تعقول ربي فضلك كمال ميرسي بوكو دو مافوار انفيتي ليكيب نتاعك سمباتيك على الاخر يا خويا مرحبا بك بكل وقت دونك وميرسي بوكو دو مافوار انفيتي سيتي ان بليزير وان شاء الله ان شاء الله نعاودوها وبالتوفيق ديما ادعيوا لولدي ديما ولادي ادعيوا اللي يستدعاني يحب يفرحني ادعي لولادي يعيشك يا خولة شكرا ليك نورتنا وشرفتنا مستمعين الكرام مثلا متواصلين فاصل قصير وبعد نستقبلوا الفنان التونسي حاتم ميريد خليكم معنا موسيقى وراجعين